معنى ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، النهاردة هنطلع لكوكب لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده، الدنيا كلها تبقى جميلة، الدنيا كلها تبقى أمان، الدنيا كلها تتملي بالعدل والمحبة والمودة والرحمة والإخاء بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا بسرعة قبل ما الوقت يجري، تعالوا نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا وعلى الفور إن شاء الله نطلع لكوكب العدل. كوكب العدل، تعالوا بسرعة نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده، تعالوا نقرب منهم أكتر وأكتر، تعالوا نتعلم منهم، يمكن ربنا يكرمنا والعدل يسود الكون ده كله. اسمع لكلمة جميلة قوي قالها الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، قال: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. تعال أخوي وحبيبي نتعرف على أول نجم في هذا الكوكب الجميل، تعال نخش على قصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر ابن الخطاب الحقيقة كان حريص جدا على رعيته غاية الحرص، كان بيتفقد أحوال الرعية ليل ونهار، لدرجة أنه كان مقسم ليله ثلاث أقسام. الجزء الأولاني كان بينام فيه، والجزء الثاني كان يعص وكان يعني يخرج في شوارع المدينة يطمئن على أحوال الرعية، والجزء الثالث كان يقوم بالليل، لدرجة أن الرجل لما جاله من خراسان قال له: ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: لو نمت الليل كله ضاعت نفسي، ولو نمت النهار كله ضاعت رعيتي، رضي الله عنه وأرضاه. ولعلكم جميعا تعلمون قصة عمر بن الخطاب مع المرأة أم الأيتام. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب بيمر في المدينة ومعه الغلام بتاعه أسلم، فوجد امرأة جالسة مولعة نار كده في الصحراء وحط عليها قدر، وولادها جنبها عمالين يتضاغون من الجوع، فاقترب منها قال: أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع. فدخل فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. قال: ماذا بك؟ قالت: يعني أتعبنا الجوع والعطش. قال لها: طب ما في هذا القدر، في إيه أنت بتعملي فيه؟ قالت له: ماء، أغلي هذا الماء وأوهم أولادي أن به طعام، والله بيننا وبين عمر، وهي لا تدري أنه عمر بن الخطاب. قال: وما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى أمرنا ثم ينسانا، الله بيننا وبين عمر. تأثر عمر بن الخطاب وظل يبكي بكاء مريرا، وراح واخد غلامه اللي اسمه أسلم وطلع على بيت مال المسلمين، وأخذ جرابا من شحم وجرابا من دقيق وجرابا من الزيت ومن السكر، وأخذ ذلك وقال لأسلم: احمل على ظهري. قال: يا أمير المؤمنين، احمل عليك أم عنك؟ قال: احمل علي ثكلتك أمك، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ويروح عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يوصل لهذه المرأة ويحط لها الدقيق والسكر والسمن، ويبتدي يخليها تقلب وهو ينفخ في النار، والدخان طالع من لحيته رضي الله عنه وأرضاه، لحد ما عملت الأكل وأكلت الأولاد، وظل عمر مختبئ وراء شجرة. وأسلم يقول له: يا أمير المؤمنين، ما شأنك؟ يقول له: لقد جئت وهؤلاء الأطفال يبكون، فلن أنصرف إلا وهم يضحكون. فضلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما شبعوا، وبدأوا يهزروا ويضحكوا مع بعض، فاطمأن عمر بن الخطاب وانصرف إلى المسجد بعد أن طلب من هذه المرأة أن تذهب إلى عمر بن الخطاب في مكان الحكم بتاعه علشان يصرف لها عطاء، وهي لا تدري أنه عمر بن الخطاب. فلما دخل عمر بن الخطاب في الصلاة انفرط في البكاء الشديد والناس لا يعلمون ما به. في اليوم التالي جاءت هذه المرأة وهي لا تدري أن هذا الرجل هو عمر بن الخطاب، قالت: سامحني يا أمير المؤمنين، ما علمت أنك أمير المؤمنين. قال: لا عليك. وصرف لها يعني راتبا شهريا حتى تؤكل أو حتى تطعم أولادها اليتامى. لا ينسى أحد هذا المشهد أبدا، عمر بن الخطاب اللي عدل بين كل الرعية، اللي لم يترك مظلوما إلا أخذ له الحق، ولم يترك ظالما إلا أخذ منه الحق. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب كان بينتقي الولاء انتقاء، مش أي حد يعينه على الولاية أبدا، لا يمكن، كان بينتقيهم على دين وخلق وأمانة وزهد وورع وتقوى وخشية، حاجات لا يمكن أن تخطر على قلب بشر. لدرجة أن في يوم من الأيام
أعطى العهد لرجل أن يكون واليا على إحدى المدن. فبينما عمر بن الخطاب جالس، وإذا به يأتيه ولد من أولاده الصغار فيقبله عمر بن الخطاب، فتعجب هذا الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، أتقبلون صبيانكم؟ قال: أجل. قال: والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم أبدا. قال: سبحان الله، وماذا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فأخذ منه العهد اللي هو بتاع الولاية، إنه لا يمكن يتعين والي على هذه المدينة. قال: والله لا أوليك أبدا على مسلم، إن كنت ليس عندك في قلبك رحمة لأولادك فكيف يكون في قلبك رحمة لأبناء الرعية؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي في يوم من الأيام يجيله حلوى من عتبة بن فرقد اللي هو الوالي بتاعه على الأذربيجان، بعتها له مع غلام فأرسل بها إلى عمر بن الخطاب. فلما دخل على عمر قال: ما هذا؟ قال له: هذه حلوى من أذربيجان، من أجمل الحلوى اللي هناك، أرسلها لك عتبة بن فرقد. فدأ منها حتة عمر فوجدها جميلة جدا ولذيذة جدا. قال: سبحان الله، أكل المسلمين عندكم في أذربيجان يأكلون من تلك الحلوى؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، إنه طعام خاصة. فغضب عمر وقال: خذ هذه الحلوى وأرسلها لعتبة بن فرقد وقل له عمر بن الخطاب يقول لك، أو أمير المؤمنين يقول لك: اتق الله يا عتبة وأطعم المسلمين مما تطعم أو مما تأكل. الله أكبر، رجل قمة في العدل، لا يمكن يستأثر بطعام طيب إلا والمسلمين لازم يكونوا كانوا منه. لدرجة أن في عام الرمادة دي كانت أصعب أيام يا جماعة مرت على قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ضاقت عليه الدنيا بشكل لا يخطر على قلب بشر، لدرجة أنه كان يبكي بكاء مرير. وفي يوم من الأيام أمر بنحر جزور جمل حتى يقسم على الناس حتى يأكل الناس، فجيء لعمر بن الخطاب بسنامل هذا الجمل وبالكبد، ودي أجمل حاجتين موجودين في الجمل، فوضعت أمامه. فقال: من أين هذا؟ قالوا: من الجزور الذي أمرت بذبحه اليوم. قال: سبحان الله، وهل أكل المسلمون من مثل هذا؟ قالوا: لا. قال: دعوني من هذا، لا أريد أن آكل شيئا أو أن أستأثر بشيء لم يأكل منه المسلمون. ثم دعا بخبز وزيت وأكل ووزع الكبد والسنام على المسلمين من حوله، ولم يأكل منه شيئا رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب ماشي فوجد رجل اسمه سلمة، فلقى ماشي في وسط الطريق وقال له: يا سلمة، أفسح الطريق للناس. الدرة أو العصاية ما وصلتش الجسد سلمة، هي يدوب ضربت في التوب بتاعه. فتذكره عمر الخطاب ولم ينسها أبدا. بعد سنة عرف أن سلمة رايح يحج، فرح له ورح مناديله واخده من إيده ووصله البيت وقال: يا سلمة، خذ هذه 600 دينار. قال: علامة يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت أنك تريد الحج، فخذ هذا المال ليكون عونا لك على الحج، واعلم أن هذا مقابل الخفقة التي خفقتك إياها من سنة. 600 دينار دول تمن الضربة اللي أنا ضربتها لك من سنة. قال له: يا أمير المؤمنين، والله ما تذكرتها. فقال عمر: وأنا والله ما نسيتها. يا الله، قد إيه الناس دولت قمة في العدل، قمة في الوفاء، قمة في اللين والرحمة بالرعية. في يوم من الأيام قيصر الروم يرسل رسولا إلى عمر بن الخطاب، فلما دخل المدينة قال: أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: ليس عنده قصر. قال: أين بيت أمير المؤمنين؟ طب فين بيته؟ قالوا له: هو ليس في البيت، هو بيته البيت المعمول من الطين ده، لكن هو ليس في البيت، هو الرجل الذي ينام تحت الشجرة. عمر بن الخطاب كان واخد أعزكم الله النعلين بتاعه حاططهم كده وعاملهم مسادة ونايم، وقد غرق في النوم وغرق في العرق، نايم مستغرق جدا في النوم في أمان شديد جدا قدام الناس في الشارع تحت شجرة. فتعجب هذا الرجل اللي هو رسول قيصر الروم، قال: لا عجب، أميرنا أو ملكنا يظلم الناس ويجور عليهم فلا يأمن أن ينام بلا حرس، أما أنت فقد حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فعاد الرجل إلى قيصر الروم وقص عليه ما حدث، ثم عاد مرة أخرى مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استطردنا في الأمثلة عن عدل سيدنا عمر بن الخطاب، والله لا يعني لاحتاجنا إلى حلقات عديدة وإلى أعمار مديدة عشان نتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أخويا حبيبي، القصر الثاني اللي كان موجود بجوار قصر عمر بن الخطاب هو قصر علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب اللي في يوم من الأيام وهو أمير المؤمنين
حصل مشكلة إن الدرع بتاعته ضاعت، وفجأة وجد الدرع بتاعته مع واحد يهودي، فقال لليهودي هذا الدرع أو هذه الدرع درعي، الدرع ده بتاع أنا، قالوا لا هذا الدرع ملكي، قالوا خلاص نتحاكم إلى شريح القاضي اللي هو شرحبيل بن حسن. فراحوا لشرحبيل بن حسن اللي هو القاضي شريح، وبدأوا يقفوا قدامه. فالقاضي شريح قال يا أمير المؤمنين أنت تقول أن هذه الدرع درعك؟ قالوا نعم. قال هل عندك من بينة؟ قال الدرع درعي وأنا صادق فيما أقول. فقال يا أمير المؤمنين لا بد من بينة. قال ليس عندي بينة. قال فإن لم يكن عندك بينة يا أمير المؤمنين فالدرع درعه، لأن هي موجودة معاه. وانصرف علي بن أبي طالب. تعجب الرجل اليهودي، قال شيء عجيب، أمير المؤمنين يقف بين قاض من القضاء المسلمين والقاضي يحكم على أمير المؤمنين ويحكم لي؟ والله إن هذا لا يكون إلا في دين حق، لا يمكن يكون الدين ده باطل أبدا. فذهب إلى علي بن أبي طالب وقال والله يا أمير المؤمنين الدرع درعك وأنت صادق فيما تقول، وقد كذبت عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بعلي بن أبي طالب يقول له أما إنك إذ أسلمت فالدرع هدية مني لك، وأعطاه الدرع هدية رضي الله عنه وأرضاه. أخوي وحبيبي، كان أعظم موقف وكان أعدل موقف في حياة سيدنا علي، والمواقف عظيمة وكثيرة جدا، يوم ما اتقتل، يوم ما استشهد رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل وكان قد تهيأ لصلاة الفجر وبدأ يوقظ الناس لصلاة الفجر وقتل رضي الله عنه وارضاه، فخاف على القاتل إن هم يقتلوه ويمثلوا به أو أن يعتدوا ويقتلوه ويقتلوا عيلته مثلا. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول لأولاده، خد بالك بقى، بيقول لأولاده إيه عن الرجل اللي قتله؟ قال أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا، وإن أمت فألحقوه بي، يقتلوه هو لوحده بس، فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، ولا تقتلوا بي سواه إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر، بيقول أكرموا نزل هذا الرجل اللي قتلني، خدوا بالكم، فلو هعيش أنا أولى بدمه، يا إما إن أنا أعفو يا إما إن أنا أقتص منه، أما لو مت فأقتلوه وألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، وأوعوا تقتلوا حد غيره إن الله لا يحب المعتدين. القصر الثالث كان لمعاذ بن جبل، كان مثل جميل جدا جدا. معاذ بن جبل كان له امرأتان، فكان لما يكون عند واحدة وخلاص خلص الوقت بتاعها كان لا يتوضأ عندها ولا يأكل عندها ولا يشرب عندها ويذهب إلى الأخرى. فلما الاثنين ماتوا فيهم واحد، فأراد أن يدفنهم، فعمل قرعة ما بين الاثنين أيهما تدفن أولا حتى يكونوا قد عدل بين زوجتي. القصر الرابع الجميل الذي لا ينسى أبدا وكان من أبهى وأعظم القصور اللي موجودة في كوكب العدل هو قصر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، اللي ملى الدنيا كلها عدلا ورحمة وزهدا وورعا رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز اللي في خلافته كلها لم يكن عنده إلا قميص واحد، كان يغسل ويجلس في بيته حتى ينتظر حتى يجف. عمر بن عبد العزيز اللي أمر رجاء بن حيوة يوم ما كان والي على المدينة من وراء أن يروح يشتري له ثوب جديد، فراح اشترى له ثوب ب500 درهم، فقال له ما رأيك يعني يا عمر، كان لسه والي على المدينة من وراء، قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح أميرا على المؤمنين بيحكم 26 دولة، راح اشترى له برضه مرة تانية ثوب ب5 دراهم، فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين، قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء ابن حيوة وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي أن أكون في جنة رب العالمين، فأنا أعمل الآن لدخول الجنة. الله أكبر. في يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز اللي بيحكم 26 دولة يدخل على زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ويقول لها هل معك درهم يا فاطمة؟ قالت سبحان الله، أمير المؤمنين ولا يمتلك درهما واحدا؟ قال أجل،
هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة في نار جهنم، رايح يقترض منها درهم عشان يشتري بيه عنب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام لما تعين وأصبح أمير المؤمنين رد المظالم لكل المظلومين، وأرسل من ينادي في 26 دولة يا جماعة الخير، في 26 دولة من ينادي في كل مسجد، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، أين الفقراء، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ترجع الأموال كلها إلى بيت مال المسلمين. فيقول: أما ناديتم؟ قالوا: نادينا يا أمير المؤمنين ولكنك عففت، فعفت الأمة كلها. فينادي، يرسل من ينادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد الديون كلها. طيب من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الناس كلهم من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات. من أراد ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. سبحان الله، حتى الطيور كانت تنعم في عهد العدول بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. الله أكبر. عمر بن عبد العزيز كتب أحد عماري أحد الولاة، قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا جزءا من المال نرم به هذه المدينة فليفعل. فوصلت الرسالة لعمر بن عبد العزيز وقال: أما بعد فقد فهمت كتابك وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا، بيقول بقى للواري، فإذا قرأت كتابي هذا كبالك، فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. الله أكبر. بيقولوا نق الطرق بتاعتك من الظلم وحصن المدينة بالعدل، هي دي المرمة بتاعت المدينة مش الطوب والأسمنت. سبحان الله. في يوم من الأيام الوالي بتاعه على بلاد خراسان بعت له، قال له: زني يا أمير المؤمنين في أن أستعمل العنف والقوة مع هؤلاء الرعية، أو ما هذه الرعية. ليه؟ قال: فإنه لا يصلحهم إلا القوة والسيف. فقال: لا والله كذبت، بل يصلحهم العدل والحق والرحمة. فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقول له: أنت فاكر أن الرعية لا يصلحها إلا الصوت وإلا السيف وإلا الضرب والقهر؟ أبدا، هذا لا يصلح رعية أبدا، وإنما يصلحهم العدل والرحمة واللين. فابسط ذلك بين الرعية، وإن شاء الله ربنا يكرمك، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يأتي راعي الغنم لعمر بن عبد العزيز ويقول له: يا أمير المؤمنين، أمر عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال: لا عجب في هذا، فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. ده عمر بن عبد العزيز. لكن حقيقة كالعادة، وبنقولها وبنكررها في كل حلقاتنا، كان أعظم قصر في الكون ده كله وأعظم قصر في كوكب العدل كان قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوفوا صور جميلة جدا من عدل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث في البخاري ومسلم إن قريش قد أهمتها شأن المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من بني مخزوم، من قبيلة كبيرة جدا ومن عيلة كبيرة، وسرقت، فهذه المرأة خلاص هتقطع أيديها. قالوا: من يشفع لها ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما فيش حد يقدر على الكلام ده إلا حب رسول الله أسامة بن زيد. دخل أسامة بن زيد وهو ما قصدش، دخل أسامة بن زيد بيكلم النبي، يقول له: يا رسول الله، يعني لو ممكن نشوف أي صرفة أو أي حل في شأن المرأة المخزومية. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويقول لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ينادي النبي على الناس، واجتمع الناس، وقام النبي يخطب فيما قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر. بيلوم: لو بنت فاطمة هي اللي سرقت كنت هقطع ايديها برضه. قد ايه العدل جميل، قد ايه الكون ده كله لما بيتملي بالعدل يا جماعة، الدنيا تحس فيها بالأمان وبالرخاء، وتحس فيها بالأمن والأمان والراحة والسكينة بفضل الله سبحانه وتعالى. صورة تانية جميلة لعدل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري عن النعمان ابن بشير. نعمان ابن بشير أبوه راح
أعطاه كده حاجة هدية، أعطاه يعني عطية مثلا أرض ولا حاجة زي كده. فزوجته اللي هي أم النعمان قالت له لا، اللي هي عمرو بن رواحة قالت له لا، حتى تشهد على ذلك رسول الله، أنت أعطيت ابني وسبت بقية الأولاد لازم تشهد النبي عليه السلام. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد أعطيت ابني النعمان عطية يعني، فأمه اعترضت اللي عمرو بنت رواحة قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، بل أعطيته هو خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية فإني لا أشهد على جور أبدا أو على ظلم أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أيضا شوف من صور عدل النبي كما عند البخاري، أبو ذر رضي الله عنه ورضاه في يوم من الأيام يعني حصل مشدة بينه وبين سيدنا بلال، فقال له يا ابن السوداء. سيدنا بلال راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى يرد بلال في اللحظة في ساعتها على طول ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا بأبي ذر يروح لسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه ويحط خده على رجل بلال ويقول له والله لا أرفعها حتى تسامحني أو تطأ على خدي برجليك، وإذا ببلال يسامحه ويأخذه بحضنه ويسامحه ويقول سامحك الله.